عقد اجتماع لمدراء العموم في دولة الإمارات في المراكز الإحصائية، وحضرها كل مدراء العموم ومديرها العام التنافسية والإحصاء. تم مناقشة المواضيع الإحصائية المطلوبة أو المدرجة على جدول الأعمال، وتم الاتفاق بشأنها حسب المرئيات والمعطيات التي تمت بخلال الاجتماع. والاجتماع كان الحمد لله اجتماع ناجح، وهذا أول اجتماع يعقد لمراكز العموم خارج المكتب العام للتنافسية والإحصاء في دبي.